حق الجار. فواز وحازم صديقان وزميلان في المدرسة، يدرسان في صف واحد ويسكنان في حي واحد. تغيب حازم عن المدرسة، افتقده فواز في ذلك اليوم. وعندما عاد إلى البيت أسرع إلى الهاتف واتصل بصديقه حازم ليطمئن عليه. ردت والدة حازم وطلب منها أن يحادثه، وبعد أن تحدث إليه سأله عن سبب غيابه قائلاً: لماذا لم تأتي إلى المدرسة اليوم؟ قال حازم: والدي مريض ولا يستطيع أن يتحرك من السرير. تألم فواز لسماعه هذا الخبر وقال: لا بأس إن شاء الله، ودعا لوالد حازم بالشفاء. توجه فواز إلى غرفة أبيه ليخبره بالأمر قائلاً: أبي، والد صديقي حازم مريض. قال والد فواز: مريض؟ كيف عرفت ذلك؟ قال فواز: لم يحضر حازم اليوم إلى المدرسة، وعندما عدت اتصلت به وأخبرني بذلك. قال والد فواز: أبلغ حازماً أننا في طريقنا إلى زيارتهم الآن. وصل فواز ووالده إلى منزل والد حازم، فوجداه يتأوه من الألم، وعلى الفور اتصل والد فواز بسيارة الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى. فحصه الطبيب وطمأنهم عليه وطلب أن يبقى في المستشفى عدة أيام لمتابعة حالته. وفي اليوم التالي اصطحب والد فواز ابنه وصديقه حازم وذهبوا لزيارة والد حازم، فوجدوه بصحة جيدة. تحدثوا إليه قليلاً ثم دعوا له بالشفاء وانصرفوا. في اليوم الثالث خرج والد حازم من المستشفى برفقة جاره أبي فواز، وفي الطريق تحدث الجاران إلى بعضهما، ثم شكر والد حازم جاره على كل ما قدمه له ولأسرته من مساعدات أثناء تواجده داخل المستشفى. رد والد فواز قائلاً: العفو يا جاري الحبيب، لم أقدم إلا القليل، فقد أوصى ديننا الحنيف بالجار خيراً، وهذا واجبي نحو أي جار من جيراننا داخل الحي. دخل والد حازم بيته يرفل في ثوب الصحة والعافية، فرحت الأسرة بعودة أبيهم وحمدوا الله على سلامته.